الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. هذه بادرة أولى في إطار التدخل في تنظيف حملة هي وطنية الحقيقة. اليوم في ولاية القيروان متدخلة معنا بلدية القيروان، مجموعة كبيرة من النسيج الجمعياتي والشباب، كذلك مندوبية التربية متدخلة معنا. إن شاء الله عنا جلسة نهار الأربعاء في مقر الولاية، فيها الأطراف الكل باش تكون حاضرة، وباش يتم تحديد الرزنامة، رزنامة التدخل في المواقع الأثرية والمعالم، وكذلك باش يكون عنا برنامج سنوي، رزنامة مضبوطة تضمن استمرارية التدخل الدوري في الفضاءات هذه، باش يكون مش نجيو ندخلوا اليوم ومن بعد نخليوها ونرجعوا لنفس المشكل ونفس الحكاية، نو، باش تكون الأمور منظمة ويكون عندنا رزنامة واضحة. صباح الخير، قائد محسن الجوادي، قائد فوج التربية بالقيروان. اليوم حملة نظافة بالفسقيط الغالبة اللي منظمتها هي في الأصل مندوبية الثقافة وبالتعاون مع بلدية القيروان. الأطراف المداخلة حسب معناتها مريض، الكشافة التونسية، فما أعدادية ابن شرف، وفما مجموعة من المجتمع المدني. هي تنظيف أولي للفسقية وتهيئتها باش معناتها تكون فضاء كالعادة، معناتها فضاء معناتها سياحي، فضاء معناتها منتزه كما لايق. زار خليف رئيس جمعية أطفال وشباب للتنشيط ومواطنة الفعل والثقافة الرقمية، ببادرة من المندوبية الجهوية والثقافة اللي اتصلوا بنا لطلب التدخل ولا المساهمة في حملة النظافة اليوم. بطبيعة الجمعية ماهيش أول حملة نقوم بها في المكان هذا، سبقتها حملات أخرى، سبقتها مبادرات أخرى، عملنا حتى أنشطة ترفيهية ثقافية، كنا من الجمعيات المبادرة أن عملنا ورشة تاع مطالعة الأطفال استمرت لمدة 4 شهور ولا 5 شهور، وقتها كل أسبوع كنا نعمل نادي مطالعة على الأطفال، ولكن التجربة هذه ديما تعرفوا اللي تحتاج إلى دعم مالي، وكانت مبادرة شخصية من الجمعية. عملنا خرجات الأطفال يبقوا نهار كامل هنا، نعملوا فيهم حملات نظافة وتنشيط بالنسبة للصغيرات، وفي إطار تعتبروا إطار كشفي وتنشيطي. النظافة في فريمون معناتها وقت نقولوا شنو عملوا نشاط لهنا، اول حاجه تقلقك انك تنظف المكان اللي باش نشط فيه، معناتها هذا علاش ديما كنا مضطرين في اي حمله في أي تنشيط نعملوه لهنا كجمعيه ننظفوا البلاصه اللي نخدموا فيها، هذاك علاش ديما كنا نعملوا حملات نظافه ونشاركوا ونستجيبوا لكل حمله نظافه تصير لهنا، واستجبنا لحمله نظافه اليوم. الحقيقه ديما نكونوا سعداء انه نساهموا بحاجه في البلاصه هذيا، وسيرتو في الفسقيه ونحن قادمين على فصل الصيف، ونعرفوا الصيف عندنا دو كونترانت، كونترانت الاولاني اللي هو في الصيف الوشوشه اللي تنبعث من المكان هذايا حتى والحيوانات الزاحفه، ويتطلب هذا تدخل وتنظيف واستعداد قبل ما يدخل الصيف، وهذه بادره باهيه ان نحضروا الفضاء هذايا ونتحضروا للاوساخ هذايا ونحيوها. الحياه فام، الحياه فام، زهره الحياه.